موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام، إنهما قالا مستجيرين بالله تعالى، شاكيين إليه، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبان وهما لا يستحقان ذلك، وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد أن يفرط أن يعجل. قال مجاهد يبسط علينا. ابن عباس أو أن يطغى أن يعتدي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، ولا يخفى علي من أمركم شيء، واعلم أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال ربي أي شيء أقول له. قال قل هيا شراهيا. قال الأعمش فسر فسر ذلك فسر ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. هيا شرى هيا، إسناد جيد وشيء غريب. قال السيوطي إسناده جيد، وابن كثير أيضا يقول إسناده جيد. الله أعلم هي شرى هي دي إن لم تكن عبرية فهي فارسية، وكان في حد قاعد فارسي في المجلس يعني الله أعلم. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال مكث على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق ابن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان إذن عليه، وهما يقولان إنا رسل رب العالمين، فأذنوا بنا هذا الرجل. فمكث فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم
بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه فقال له أيها الملك إن على بابك رجلا يقول قولا عجيبا يزعم أن له إلها غيرك أرسله إليك. قال ببابي؟ قال نعم. قال أدخلوه. فدخل ومعه هارون وفي يده عصا. فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين فعرفه فرعون. وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه نزل ضيفا على أمه وأخيه وهما لا يعرفانه وكان طعامهم ليلة إذ الطعثلل وهو اللفت ثم عرفاه وسلم عليه فقال له موسى يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمر أن تعاونني. قال افعل ما أمرك ربك. فذهب وكان ذلك ليلا فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب وقال من يجترئ على هذا الصنيع. فأخبره السدنة والبوابون أنها هنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله فقال علي به. فلما وقف بين يديه وقال لهما ما ذكر الله في كتابه. وقوله قد جئناك بآية من ربك أي بدلالة ومعجزة من ربك والسلام على من اتبع الهدى أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا صورته من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تناقض. قال سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك فلك المدر ولي الوبر ولكن قريش قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متوحد
أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقوله تعالى وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.